الله، great to have you يا سيد كريم. عسلامة. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. اليوم نجم نتكلم عن الأندلس وغزو الأندلس وقصة العرب والإسلام في الأندلس. طبعا ضيفنا الكبير أحد قامات التنوير في الشرق الأوسط، أخونا الحبيب كريم العبيدي. أهلا وسهلا، كريم العبيدي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بكل ضيوفك، أهلا وسهلا بهم الكل. وأنا سعيد إني نتعدى في القناة متاعك صراحة، عندما ترسل لي باش نتعدى في قناتك يعني شيء يشرفني كثير، لما تحتوي من حرية الكلمة وتحتوي مع الإنسان يحس روحه في داره كما نقول واحد. كلامك وسام شرف يا أخ كريم، ويشرفني جدا. ومن هذا المنبر دعوة لكل أخواننا وأخواتنا اللي عنده أي طرح، أي فكر، أي موضوع، أهلا وسهلا. بدون أي تدقيق وأي تغيير، طرح الأفكار بصورة حرة تماما. كريم، أنا سبب هذا الموضوع، أنا مطلع على الأندلس من فترة طويلة جدا، وقبل أسبوع أو أسبوعين صار حديثنا مع شباب كثير من أصحابنا، ورأيت من الاختلاف السرد والفحوى وأسباب الغزو وهكذا. فبصراحة عاوز أعمل يمكن حملة صغيرة للتعريف بالأندلس، وهذه كمان دعوة لكل الأخوان اللي عنده اطلاع من كتب معينة من أي مصادر إنه يتواصل معنا ونضع الأضواء على الأندلس وإسبانيا وما حدث في ذاك الوقت. كريم، مشكور تطوع لهذا الأمر، وأنا بصراحة عاوزها من طاطا. السلام عليكم كريم، عندنا ساعة واحدة وسنغطي الغزو، وفي حلقة أخرى نغطي الهزيمة أو طرد المسلمين من إسبانيا وهكذا. فمن وين نبدأ؟ من أين نبدأ بهذا الموضوع؟ أوكي، أول حاجة حبيت نقولها سيسال، أول نقطة يجب أن يعلم يعني السكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن كل تاريخنا وكل المعلومات موجودة في المصادر الغربية. الغرب قام بما يجب أن يقام به في دراسة تاريخنا منذ 4 قرون. كل شيء موجود في المصادر الغربية. المشكل أن هذه المصادر لم يتم الاطلاع عليها من طرف المثقفين متاعنا، وحتى من اطلع عليها كتم سرها ويروجون للأساطير اللي موجودة في الكتب الإسلامية. إذن احنا كسكان شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما عندنا حتى عذر باش نقولوا ما نعرفوش تاريخنا. ابحثوا وتكلموا تلقاوا الحقيقة الساطعة في المصادر الغربية، والغرب لا يخفي الحقيقة. هذه نقطة أولى. طبعا عندما نقرأ في الكتب الإسلامية حول ما يسمى الغزو أو الفتح الإسلامي لإسبانيا أو الأندلس، نقرأ معناتها أشياء عبارة على خرافات، مثل في كتاب ألف ليلة وليلة. يعني المسلمين دخلوا للأندلس، العدو أمامكم والبحر وراءكم، وغيرها من الخرافات اللي نقرأوها في الكتب متاعنا. ولكن عندما نرجع وندرس تاريخ شمال إفريقيا والأندلس أو إسبانيا وأوروبا في ذلك الوقت في القرن 7 الميلادي، سوف نكتشف حاجة أخرى. أنا باش نبدأ بنقطة واحدة سيسال. أول حاجة، كثير يمكن إخوتنا معناتها في الشرق الأوسط ما يعرفوش العلاقة متاع شمال إفريقيا بأوروبا، أو إحنا عندنا معناتها علاقة قرب، وخاصة المغرب الذي عندها معناتها علاقة قرب مع إسبانيا من وقت الفوندان. يعني هذا من قبل العصر الحجري كانت الشعوب تتنقل بين المغرب وبين إسبانيا بطريقة عادية جدا. أنا لا أذهب بعيد في التاريخ وقت الفوندان، أنا أعود إلى 3 قرون قبل الميلاد.
ثلاثة قرون أو أربعة قرون يعني في عهد ما يسمى السيطرة نوعا ما الرومانية الفينيقية على البحر الأبيض المتوسط. وإحنا نعرف أن الفينيقيين في الأول يعني قبل الفينيقيين الجدد اللي أسسوا قرطاج يعني البونيقيين كانت عندهم مواني في كل البحر الأبيض المتوسط تقريبا الجنوبي وإسبانيا يعني جهة برشلونة وغيرها. وهذا اللي ما يعرفوش ياسر من الناس إن في البحر الأبيض المتوسط احنا توا الآن نشوفوا ما يسمى بزوارق الهجرة. هل تدروا إن زوارق الهجرة كانت موجودة من وقت الفوندال؟ يعني كانوا هناك تجار موجودين في البحر الأبيض المتوسط ليس لهم علاقة لا بروما لا بفينيقيا لا بقرطاج لا حد شيء، هما يأجرون معناتها البواخر متاعهم للتنقل من جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى شمال معناتها إلى جنوب أوروبا، سواء من جهة إيطاليا وصقلية سواء من جهة المغرب. في المغرب عندما تقف في طنجة تشوف إسبانيا، تشوف الضوء يشعل في الليل، يعني مسافة جدا قريبة. ونفس الشيء عندما تقف في تونس في منطقة من تونس تشوف إيطاليا. اللي حبيت نقوله هوني أن التواجد والتوغل الشمال إفريقي في إسبانيا كان معناتها في ذروته على حسب المصادر التاريخية في القرن الثالث قبل الميلاد، يعني في عهد البونيقيين. اللي ما يعرفش البونيقيين، البونيقيين هذه هي في الحقيقة الهجرة الأولى الفينيقية، كانت هناك هجرة أولى فينيقية نحو شمال إفريقيا وكانوا تجار واختلطوا بالأمازيغ في تونس، ما يسمى حضارة يسميوها حضارة الماء أو حضارة السبخة اللي كانت موجودة من جهة قرطاج إلى تقريبا صفاقس الآن يعني السواحل. هناك الشعب أمازيغي، خطر احنا نعرف أن الأمازيغ هي عدة شعوب، وكان هناك شعب ينتشر من بنزرت إلى تقريبا صفاقس. وهذا الشعب ارتبط بتصاهر واختلاط وتقارب حضاري مع الفينيقيين وكونوا ما يسمى بالحضارة البونيقية. وهذا الذي سمح للهجرة الثانية الفينيقية الذي البعض يقول هي أسطورة، طبعا مش البعض، هي تعتبر أسطورة ولكن وجدت أم لم توجد، المهم أن الذي أدى إلى قيام قرطاج هي نتيجة قيام اختلاط بين الفينيقيين والأمازيغ في المنطقة الساحلية للساحل التونسي. والهجرة الثانية عندما جاءت سمحت لقيام ما يسمى قرطاج. طبعا 800 سنة قبل 814 سنة قبل الميلاد ما يعرف بقضية عليسة وقيام قرطاج. يعني قيام قرطاج لم يكن صدفة، احنا ديما عندما نقرأه في كتب التاريخ نقرأه ديما الأحداث صارت في يوم وليلة، ولكن لا نتطلع إلى الظروف والعوامل التي أدت إلى ظهور ذلك الشيء، خاصة احنا شعوبنا طبعا الغرب يعني مشكور ومثقفين الغرب ومؤرخين الغرب انهم نقحوا التاريخ واعادوا التاريخ وصلحوه على قواعد سليمة. الموضوع متاع اسبانيا هو موضوع كبير جدا، فهمت؟ يعني كبير كبير كبير، ما تنجموش تصوروا. انا باش نحاول نلخصه في اقل شيء ممكن سيسال. معناتها نرجع للمصادر التاريخية نلقاو ان هاميلكار برقة الذي خسر الحرب البونيقية الاولى أراد أن يقضي على روما، فاتجه لأن الرومان عندهم أسطول بحري قوي جدا وكل المدن متاعهم متجهة نحو البحر، إذا لا يمكن القضاء عليها من جهة البحر. لهذا معناتها التواصل الحضاري من بين المغرب وشمال إفريقيا وإسبانيا كما قلت لكم كان من عهد الفوندال، وكانت عائلات مقسمة من بين إسبانيا ومن بين المغرب. اتجه في حملته نحو إسبانيا تقريبا يعني في القرن الثاني قبل الميلاد، اتجه نحو إسبانيا وأخذ معه ابنه حنبعل
وكان عمر حنبعل 9 سنوات وبقى في إسبانيا تقريبا 8 سنوات إلى أن مات يعني في إسبانيا. وواصل ابنه حنبعل الذي عاش وترعرع وكبر في إسبانيا وعاد إلى قرطاج وحضر ما يسمى الحروب البونيقية الثانية التي هي معروفة، وهي معناتها حنبعل معروف هو إلى الآن يدرس في الأكاديمية العسكرية كمخطط سياسي، وهو الذي أخذ ما يسمى بالفيلة، هو معناتها تعدى بهم البحر الأبيض المتوسط ودخل بهم لإسبانيا وشق بهم ما يسمى جبال ليزالب الكبار، يعني فهمت كبار جبال يعني عالية جدا، وهدد روما من طريق البر. ولكن طبعا الرومان تفطنوا إلى هجومه من إسبانيا وهجموا عليه في تونس واضطر للعودة وخسر المعركة. إذن هوني النقطة اللي حبيت نقولها سيسال، كان عندك سؤال، هو التواصل الحضاري من بين شعوب شمال إفريقيا وإسبانيا، هذه النقطة الأولى اللي لازمنا نعرفها. كان عندك سؤال نجاوبك. هل هناك تواصل وهجرة معاكسة من أوروبا أو إسبانيا للمغرب وشمال إفريقيا؟ عادي، عائلات مقسمة، انتقال عادي جدا عندما إنسان ينزل من إسبانيا إلى المغرب أو إنسان يطلع من، ليس في كل إسبانيا، أما طبعاً نوضح من بعد خاطر لازمني نرجع للتاريخ شوية، نوضح يعني أن إسبانيا ليس كل إسبانيا، بل منطقة في إسبانيا تمثل الآن تقريبا 3/4 هي الجنوب الشرقي والغربي من إسبانيا، فهمت؟ باش نوضح الحكاية. هل وهذا حدث بعد قبل الإسلام؟ لم أسمع السؤال. هذا حدث قبل الإسلام، قلت 300 سنة قبل الميلاد من الإسلام. هذا قبل الإسلام. أنا نرجع مثلا لسنة 700، يعني 711 هو الغزو اللي يعتبروه المسلمين غزو لإسبانيا، فهمت؟ نجيو نشوفوا شنو تركيبة إسبانيا. نعم. في القرن ذاك إسبانيا اللي توا هي مسبوها معناتها نسميها إسبانيا، متكونة تقريبا من 3 شعوب. الشعب الأول اللي يسميوهم القلط، فهمت؟ وهي جماعة تستخدم اللغة القلطية الذي يعتبر فرع من اللغة الهندو أوروبية، رغم أن القلط اليوم محصورين في بريطانيا ومعناتها إيرلندا في المناطق هذيك، إلا أن في وقت من إيرلندا يعني في الوقت الحاضر وقليل من البرتغال، ولكن في ذلك الوقت كانوا منتشرين، فهمت، في كل شمال إسبانيا وتقريبا فرنسا وواصلين إلى بريطانيا. هذايا معناتها الشعب، هذا الشعب القلط اللي هو معناتها ما يعرفوش عليه من فين جاء، أما هو كان معناتها عنده خصوصية بتاعه الخاصة، هذا موجود في شمال إسبانيا وبقية أوروبا. عندك النوع الثاني، فهمت، اللي هما يسميوهم الإيبيريين، وهي شعوب تنحدر من أصول إغريقية رومانية، وهي موجودة في شرق إسبانيا خاصة نواحي البيريني، فهمت، شبه الجزيرة الإيبيرية. ثم النوع الآخر، فهمت، طبعا وفما اليهود، فهمت، اللي اسمهم سفارديم، هذم اليهود كانوا موجودين طبعا حتى في شمال أفريقيا كانوا موجودين وموجودين في البرتغال، ولكن فما نوع آخر اللي هو ماخذ الأغلبية متاع جنوب وغرب إسبانيا، هم القوط، وهي قبائل جرمانية شرقية، الأرجح إنها جاءت، فهمت، من جنوب شرق القارة الأوروبية أي ناحية بحر قزوين، فهمت، وهذه الشعوب، فهمت، كانت موحدة يعني توحد في الوقت الإسلامي طبعا، وكانوا ينتمون إلى مذهب مسيحي هرطقي اسمه الأريوسية. هذا الدين لو تمشي تدرسه هو لا يؤمن بالتثليث أصلا، لا يؤمن بالتثليث أصلا، وكان محارب حربا كلية من شمال إسبانيا، وكانوا يهجموا عليهم
وياخذوا لهم نساهم ويقتلوهم ويهزوا لهم اولادهم وعاملين فيهم شر الشعب. فهمت؟ مكرهينهم في رواحهم في وقت وهما كانوا متقسمين الى عده يعني مجموعات، وكانوا يعني مكرهينهم في رواحهم يعتبروهم كفار، يعني الاوروبيين الاخرين اللي موجودين في فرنسا وفي روما، وخاصه روما وقتها كانت، كانوا مكرهينهم في رواحهم وديما يعملوا لهم في المشاكل. حتى ان احد الملوك نتاع القوت اغتصبوا له بنته. فهمت؟ يعني معناتها هذه معناتها امور واقعه. المهم خلينا نشوفوا احنا في الوقت اللي ظهر الاسلام، نرجعوا شويه، ما نعرفش كان الفكره واضحه. لازمنا نرجعوا للقرن السادس، ويعني هو ظهور الاسلام. ماذا كان يحدث في القرن السادس؟ كثير لا يعرفون ماذا حدث في القرن السادس والسابع. ان الوضع في القرن السادس الميلادي كان العالم يعيش فوضى عارمه اكلت الاخضر واليابس، حتى جعل كثير من المناطق، احنا عندنا بيزنطه وعندنا فارس وعندنا الرومان وعندنا جنوب شمال افريقيا وعندنا الموحدين اللي موجودين في اسبانيا، عندنا ثوره كبيره ضد الكنيسه الرومانيه في شمال افريقيا، عندنا الاقباط اللي يحبوا يسيطروا على الدين المسيحي على اساس هما المسيحيه الاصليه، وعندك البيزنطيين اللي الحكام نتاعها من بين التثليث والتوحيد، وعندك فارس التي هي تدعو الى اله واحد احد. هنا يعني المناطق اللي بعيده على مركز الثقل اللي هي القسطنطينيه اللي هي معناتها البيزنطيين والفرس، كانوا معناتها ما يحبوش يدخلوا في الصراع هذا، وكانت المناطق البعيده كما اللي في اسبانيا وفي شمال افريقيا يطلبوا الاستقلال نتاعهم. تنجمش تحط لنا الخريطه نتاع التواجد البيزنطي اللي ارسلتها لك وقت القرن السابع ميلادي، السادس ميلادي تقريبا. ثواني حبيبي، بس شويه ثواني واحصل. اوكي خليني نكمل الحديث. اذا كان الصراع قوي جدا بين الفرس والبيزنطيين، وكانت معناتها الحرب يطلق عليها حرب المئة سنه. فهمت؟ وكانت منطقه الجزيره العربيه هي امان، معناتها مكان امن لكل اللي يحب يهرب على الصراع، من يهود من نصارى من مسيح مثلثين. يعني كانت الجزيره العربيه في ذلك الوقت هي المنطقه الامنه البعيده على الصراع. لماذا؟ لان الجزيره العربيه لم تكن في مفترق طريق بين الفارس وبيزنطه. شنو اللي كان من بين فارس وبيزنطه؟ كان دولة وادي الرافدين، كانت سوريا، كانت فلسطين، كانت مصر، كانت شمال إفريقيا، كانت إسبانيا، كانت هذه المنطقة على حسب موجود في الخريطة. إذن هنا شنو وقعت؟ فهمت؟ حاجة أخرى سجلها المؤرخين الأوروبيين، يعني المؤرخين الأوروبيين، أن في ذلك الوقت وقعت يعني تغييرات مناخية جدا مهمة في ذلك الوقت، يعني دامت عدة قرون، عدة عشرات السنين، وهي سببت جفاف وسببت جوع كبير خاصة في منطقة الجزيرة العربية. طبعا احنا عندما نشوفوا الخريطة كانت شمال افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط الشمالي كانوا كلهم عندهم اديان. المنطقة الوحيدة الذي ليس لها دين بل هي خليط من بين الزردشتية ومن بين المسيحية ومن بين النصرانية والهرطقية والمذاهب اليهودية على جميع أنواعها والحنفية والمناوية وكل الأديان كانت موجودة في الجزيرة العربية. فهمت؟ في ذلك الوقت شنو وقع؟ مادام أن هناك كل منطقة تحب تأخذ الاستقلال متاعها، هناك في الجزيرة العربية ظهرت طبعا مسألة معناتها قيام دين، خطر منطقة الجزيرة العربية ليس لها خيار، يا أما توالي بيزنطة يا أما توالي الفرس. ولكن المشكل هي لا تحب لا توالي بيزنطة لا تحب توالي الفرس. ووقعت المحاولات أن امرؤ القيس
يعني تكلم في المسألة هذه ومشى لبيزنطة وقابل قيصر متاع بيزنطة وتم كما تعرفوا قتله. هذه الخريطة، هذه هي خريطة بيزنطة، فهمت؟ هذا قبل الغزو الفارسي. شوفوا المنطقة متاع إسبانيا والمنطقة متاع المغرب، فهمت؟ هذا الكل تحت سيطرة بيزنطة. هذا طبعا قبل أن يغزو فهمت كسرى الثاني في حرب قوية وقعت في القرن السادس تقريبا، يعني وقت الإسلام بدأ يظهر في الجزيرة العربية، فهمت؟ واحتل الشام واحتل فلسطين ووصل إلى مصر واحتل مصر وكسر بيزنطة. عندما وقعت هذاك الشيء أن في منطقة إسبانيا تم كما نقولوا احنا التوسع، على خطر هناك فما خطر آخر اللي المناطق اللي تشوفوا فيها ما همش تابعين بيزنطة هما ينجموا نقولوا يميلون إلى التثليث، بينما هنا أكثر شيء بيزنطة باش تخلي روحها معناتها مميزة على الرومان دعت إلى فكرة التوحيد. إذا نجم تنحيها تصويرة يعني شافوها الناس. إذا أدى إلى ظهور ما يسمى الدين الإسلامي اللي هو في الحقيقة لم يكن دين إسلامي، فهمت؟ لم يكن دين إسلامي وكانت يعني خليط، بل يمكن لو نشوفوا احنا الهرطقات المسيحية اللي موجودة مثلا عند الأقباط أو عند الشمال الإفريقيين أو عند الإيبيريين كانت نوعا ما يعني هرطقة مسيحية خالصة، بينما الهرطقة النصرانية اللي موجودة في الجزيرة العربية كانت هرطقة نصرانية مختلطة بالزردشتية. هذاك علاش أنا ضد فكرة نقول إن الإسلام هو مسيحي. الإسلام هو ذو أصول مسيحية يهودية زردشتية، بل هو عبارة على خلاصة كل المعتقدات والأديان اللي موجودة في العالم من الهند إلى إسبانيا، كانت كل شيء ممثل هنا. المهم اللي حبيت نقوله هوني، فهمت؟ أن بيزنطة كانت مجبورة لكي تواجه الغزو الفارسي الذي كان نوعا ما يدعو إلى معناتها الإله الواحد، أنها يكون حتى هي عندها إله واحد لكي تستطيع أن تواجه هذا الشيء. وقت ظهر الإسلام هنا اللي يتكلموا عن الغزو العربي الإسلامي، لم يقع غزو عربي إسلامي إلا المنطقة واحدة في التاريخ، وهذا بشهادة المؤرخين. هو عندما قوى محمد ومات محمد فهمت وشدوا الخلفاء من بعض ووقعت ما يسمى حروب الردة وكل شيء، وقعت مجاعة في عهد عمر، ورجعوا للتاريخ حتى المصادر الإسلامية تذكرها وتذكرها مصادر أخرى غير إسلامية، ولم يكن هناك اسم إسلام أصلا، كانت عصابات منظمة متاع سراق مافيا خرجت وهجمت على منطقة الشام ومنطقة فلسطين بإذن وتسهيلات من بيزنطة، لأن كانوا الفرس مسيطرين على تلك المنطقة. يعني عبارة على أنها أعطتهم هذه المنطقة، قلت لهم هذه المنطقة مثل ما فعل مثلا الفاطميون عندما خرجوا من تونس ومشوا إلى مصر، أعطاوا البنو هلال قالوا لهم راهي منطقة شمال إفريقيا هي حلال لكم، امشيوا وعملوا فيها اللي تحبوا، وسمحت وسلحت وأعطت لكل شخص من بنو هلال جمل وسلاح، وقالت لهم امشيوا اسرقوا شمال إفريقيا. نفس العملية وقعت، أنها رؤساء عصابات خرجت نتيجة جوع وقحط ومشاكل وقعت في الجزيرة العربية، ذهبوا إلى منطقة كما الأردن وكما سوريا وكما معناتها اللي هي معناتها غنية جدا، عباد عمرهم ما شافوا هذاك الخير. هذوما أصبحوا عصابات، شنو عملوا؟ عملوا ما يسمى بالمرتزقة. المرتزقة طبعا المرتزق خلصوا يعني ما فيه، عملوا ما يسمى جيوش من السريان، واحنا حتى التوا في تونس مثلا فما كلمة اسمها حنش. الحنش هي كلمة سريانية جايتنا من الجيوش السريانية اللي احتلت تونس، فهمت؟ يعني بشي وريك
كون جيش ودخل به مصر ولم يدخل به بحرب. هذوما الأشخاص اللي موجودين في مصر الأقباط، فهمت؟ يعني عملوا اتفاقية، يعني يمكن وقعت بعض المناوشات كأي عصابات، يعني متاع حومة ولا حاجة، واحد باندي يدخل، ولكن من بعد هما لقاوا إن هذا الدين هو نفس دينهم، يعني يؤمنون تقريبا بنفس الفكرة، فهمت؟ إذن نعرف وإحنا لمصر كانت محتلة كما وشفت في الخريطة، هذيك المناطق متاع مصر وسوريا وكانت محتلتها الفرس، يعني هما في الحقيقة لم يدخلوا كما نقول احنا. بيزنطة خسرت الشام وخسرت مصر، عطاتها للعرب البدو الرحل الصعاليك، قالت لهم منطقة مصر لكم ومنطقة الشام لكم. طبعا عندما تكونت منطقة الشام تحت سيطرتهم، انت تصور ناس باندية، ناس صعاليك عندهم في مناطق غنية جدا، يعني الأقباط والمصريين كانوا مزارعين وأصحاب حضارة وأصحاب إنسانية وكذا وكذا وكذا، يحكموا فيهم صعاليك، هذا بإذن بيزنطة وتحت رأي بيزنطة. طبعا اتقواوا وأسقطوا الفرس، فهمت؟ لماذا هنا نفكر وإحنا سؤال، وهنا المؤرخين الأوروبيين، لماذا المسلمين لم يتجهوا إلى بيزنطة لإسقاطها وهي أسهل؟ أسهل لهم من إسقاط فارس. يعني كان من المفروض ما دام استولوا على مصر واستولوا على الشام واستولوا على فلسطين، بيزنطة بحذاهم يدخلوا لها مباشرة، ولكن هما لم يدخلوها لأنهم هم مدعومين من بيزنطة. وطيل الخلافة الأموية بيزنطة ما سقطتش، وقتش سقطت بيزنطة من بعد سقطت، فهمت؟ الأتراك هما اللي سقطوا بيزنطة، شوف بيزنطة قدش بقال، إلى الأتراك هما اللي أسقطوا بيزنطة وهما اللي قاموا الإمبراطورية بتاعهم على أنقاض القسطنطينية اللي هي بيزنطة. المهم يعني باش يوريك معناتها المسألة يعني كيفاش تم. احنا نشوفوا يعني معنا من المضحك، من المضحك يعني أو من معناتها الحاجات المضحكة، أن ما يسمى شمال معناتها منطقة الشرق الأوسط ومصر في ظرف 10 سنوات أو أقل من 10 سنوات تم إسقاطهم. من بعد يقولون الغزو الشمال الإفريقي. يا أخي الغزو الشمال الإفريقي هل تظن أنه سهل؟ ياسر مثلاً يتصوروا أن الغزو تم يعني في 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 لحظة، فهمت؟ هل تدرون أن المسلمين يعني هذوما الصعاليك استولوا وتسقطت فارس؟ طبعاً فارس شنية هي فارس؟ فارس هي الهند وما وراء الهند والبنجاب وكل شيء. عندما سقطت فارس يعني سقطت كل المنطقة هذيك. إذا شنو أبقى لهم الآن؟ شكون العدو بعد سقوط فارس لبيزنطة؟ هم الرومان والمثلثين، يعني اللي يؤمنون بالتثليث، خطر الفكر التثليثي. لأن المشكلة عندما ظهر المسيح، ظهر المسيح هناك من تبنى الفكر التوحيدي معناتها كتوحيد، وروما وتمكنت على الوثنية عندما تبنت المسيحية تبنتها على حسب الأفكار متاعها اللي هي التثليثية، حتى أن مولد عيسى جعلوه 25 ديسمبر اللي هو عيد أوروبي متاع آلهة من الآلهة متاعها، يعني تغيير كلي، فهمت في الواحد. المهم خلينا نرجع معناتها شنو وقع في معناتها في على مسألة يعني الدخول إلى شمال إفريقيا. خلينا نشوف كيفاش معناتها وقعت العملية معناتها بالضبط، فهمت؟ إذا البعض بعد وقتها المسلمين سيطروا، فما وثيقة سال موجودة بين شخص ما يعرفوش، هي تعود إلى عهد عمر. الوثيقة هذه مكتوب فيها، موجودة الآن الوثيقة هذه، رسلينها صعاليك من الجزيرة العربية، أما التاريخ متاعها بالكربون تعود إلى عهد عمر، يطلبون منهم من مصر انهم يعطيوهم فلوس، والا باش يتم، خاطر كانت فما مناوشات، كانوا شو يعملوا العرب؟ العرب القراصنه شو يعملوا؟ يهجموا يهربوا، يهجموا يهربوا، وهذا غير جيد لمدينه. انت تصور الفوضى تقوم في مدينه ان شخص يبدا قاعد يهجم عليك، اذا شنو التجار شنو يعملوا؟ يمشي ويتفاهموا مع الجهه اللي تهجم عليهم ويعطيوها اوتوه كما نقولوا احنا فلوس، مش ما عادش تهجم عليهم. فما رسالة موجودة موثقة من عهد عمر
فهمت؟ مكتوب فيها يا اما ترسلونا كذا وكذا 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 ولا باش نهجموا عليكم. فهمت؟ خرج الجيش، ما يسمى بالجيش، القياديه، القياديين من القراصنه. فهمت؟ طيب باش نبداو، باش نبداو، باش نبداو، سامحني سال، باش نبداو. ها؟ لا عفوا، الحواشات اللي ذكرتها هي الكر والفر اللي كان مذكوره في التاريخ يستخدموه العرب، كر والفر، صح؟ الكر والفر، نعم. الكر والفر، فهمت؟ المناوشات هذيك الكر والفر. المهم احنا الان عندنا البدو او ما يسمى بالصعاليك او بالسما بال، معناتها هذوما اللي خارجين نتيجه المجاعه اللي مذكوره في كتب التاريخ الاسلامي، استولوا على الشام واسقطوا فارس واسقطوا مصر، والان الهدف نتاعهم هو اسقاط روما، يعني ما يسمى المنطقه الغربيه من اوروبا. به خرجوا بجيش سرياني مرتزقه واقباط، فهمت؟ يعني خرجوا، ورغم ذلك، ورغم ذلك لو احنا نذكر التاريخ نقولوا غزو شمال افريقيا، صحيح ولا؟ رغم ان عندما نعود للتاريخ نلقاو ان فما تقريبا 5 غزوات وقعت لشمال افريقيا، فهمت؟ 5 حملات. الحمله الاولى 642، فهمت؟ يعني الحمله الاولى، والحمله الثانيه 665، الحمله الثالثه 670، الحمله الرابعه اللي قادها زهير بن قيس، فهمت؟ وفي كل حمله عندك الحمله الثالثه، نضرب نحكيوا على الحمله الثالثه اللي هي مهمه، الذي قادها عقبه بن نافع 670 تقريبا، ويعتبرون على انه فتح، لم يكن فتحا اصلا، كان كر وفر، وهو امر غير صحيح ان عقبه بن نافع فتح شمال افريقيا، لم يكن سوى مغامره قام بها، فهمت؟ بغارات سريعه على المغرب، فهمت؟ ومن بعد يهرب. وفي وهو في الرجوع نتاعو، فهمت؟ تلقاه وقتها كسيله وقتله، وعاودت هذاك علاش نقولوا شمال افريقيا 70 سنه باش تم فتحها. لماذا؟ لماذا؟ سؤال يسأل، لماذا شمال افريقيا كانت اصعب من فتح مصر والشام؟ لان الشام والشام والرافدين ومصر كانت تحت سيطره كامله لبيزنطة، بينما شمال افريقيا كانت بيزنطة مسيطره على السواحل سامحوني، والرومان عندهم تواجد، موجود تواجد، مثلا جرجير اللي هو معناتها قائد مسيحي موجود معناتها في جنوب تونس، فهمت؟ هو مسيحي موالي لروما، يعني هي حرب رومانية بيزنطية حتى الآن، فهمت؟ مسألة إسلام غير موجودة حتى الآن، يعني هم يتكلموا على لا فما عرب، أول حاجة عندما نقولوا غزو عربي ونقولوا جيش عربي، ما فماش جيش عربي، فما قادة، فهمت؟ عبارة يا سال أنك أنت تمشي تعطي الواحد مرتزق، مرتزقة مثلا عربي، وتقول له امشي هجم لي هاو جيش وامشي هجم لي، ما يتسماش يعني جيش عربي. واسلام، والاسلام وقتها اول حاجه العربيه، فين العربيه يا اخي؟ فين فهموا يا اخي؟ الامازيغ باش تجيب لهم، تصور انت تمشي للصين تهز لهم كتاب بالعربي تقول لهم ما يدخلوا في الاسلام، يدخلوا في الاسلام، ما تجيش، ما تجيش. المهم خلينا نكملوا نقراو نشوفوا على مسألة الحملة الثالثة اللي انتهت طبعا بعد الحملة الرابعة اللي زهير بن قيس، ولاحظوا ان عقبة بن نافع حاول دخول اسبانيا ولكن عاد، لان يعني رغم اللي هو معناتها تحت قيادة امازيغية، يعني فما امازيغ مع كسيلة كان يعني قائد امازيغي يعرف، فهمت؟ لكن الخلاف اللي وقع بينه وبينه ادى الى مقتل عقبة بن نافع، ثم وقعت الحملة الرابعة اللي هي قادها زهير بن قيس، فهمت؟ أحد قادة جيش عقبة، فهمت؟ واستطاع معناتها مواجهة الزعيم الأمازيغي كسيلة وقتله عام 686، فهمت؟ تم قتل كسيلة، وبعد معناتها رجع شعمل نورمالمون، من المفروض سال توا قيس عندما انتصر على كسيلة من المفروض يبقى في شمال افريقيا، لا رجع الى مصر،
ورجعت شمال افريقيا الكل كما كان. هذا باش يوريك اللي ليس هناك غزو، هناك كر وفر، سرقه فقط، فهمت؟ عصابات هي اللي تقوم بهذه العمليه لا اكثر ولا اقل. من بعد صارت الحمله الخامسه وهي عام 693 بعد الخليفه عبد الملك، فهمت، الحسن بن النعمان في حمله ضد بلاد الامازيغ على راس جيش مكون من حوالي 40,000 رجل، وهو امر غير معقول. هل تدري فما حديث موجود عند في المصادر الاسلاميه عندما عمر اراد ان الجيش نتاعو يتقدم في عهد عمر، هذا حديث في الكتب الاسلاميه، قالوا له رانا وصلنا لمصر هل نمشي ونكملوا القدام؟ قال لهم لا لا ما تقدموش هذوك، ما فهمت، وعندهم بحر الظلمات، يعني كان عدد الكثافه السكانيه ما تنجمش تتصورها بالك. يعني تصور انسان عايش في الجزيره العربيه من بين القبيله والقبيله 20 كيلومتر، من بين مكه والمدينه 400 كيلومتر، ما تلقى حتى شيء، كان الحشيش، كان تلقى كان الصحراء. تمشي المنطقه كيما شمال افريقيا، فهمت، تلقى اللي فما الجبال وفما البحار وفما المدن وفما كذا، يعني معناتها مساله معناتها مش معقوله. 40,000 40,000 قال لك ارسلهم، طبعا فما اللي يقول لك هذه مبالغه، لكن نفترضوا حتى 40,000 يعني يمكن يعني مش صحيحه عشان علينا في المساله، 40,000 رجل، وامر ومعناتها يعتبر امر معناتها مش ممكن انه 40,000 انسان يستطيع ان يشق صحراء ليبيا وتونس. وهذا معناتها فما واحد اسمه مونتغومري، هذا الماريشار مونتغومري، هو هذا في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر مونتغومري هذا ما نجمش يعدي 10,000 جندي في الصحراء توا بالامكانيات، يعني هذا في الحرب العالميه الاولى، بالامكانيات نتاعنا بكل شيء ما نجمش يعديهم ماتون. قال كيفاش المسلمين عداوا 40,000 جندي في الصحراء الليبيه؟ راهي الصحراء الليبيه مش لعب، راهي صحراء معناتها غريبه جدا، يا فهمت. المهم خلينا نرجع للحمله هذه، يعني معناتها واستطاع ان يدخل، استطاع معناتها الجيش هذا اللي هو متكون اكثر من الاقباط وكلهم مرتزقه، لا مسلمين لا شيء، اقباط وسريال، فهمت، بعد خيبات كبيره الاستيلاء على البلاد وسقطت قرطاج بيدهم عام 698 وعام 700 و701. سحق الامازيغ في معركه ما نعرفوش التفاصيل نتاعها قرب تونس، فهمت. رغم الغموض اللي موجود حول هذه الاحداث، هنا طب باش نوصلوا للموضوع اللي يهمنا، فهمت. تم وقت سقطت طبعا قرطاج، سقطت قرطاج خاطر يمكن الشرقيين ما يعرفوش، اما سقوط قرطاج هي هذيك بحذاها منطقه الشاويه اللي هي توصل الى المغرب، يعني اعتبر الجزائر كامل سقطت، فهمت. هذاك هو معناتها النظام، خاطر كي تسقط العاصمه او تسقط مركز الثقل الباقي الكل يسقط، وخاصه عندما نشوفوا الفتوحات الاسلاميه لو كان الهدف نتاعها نشر الاسلام لاتجهت نحو افريقيا، ولكن لم تتجه نحو افريقيا، اتجهت نحو اسبانيا. علاش اتجهت نحو اسبانيا؟ لان الهدف نتاعها هو محاربه عدو بيزنطة. كان بامكان للمسلمين ان يحتلوا كل افريقيا، كانوا ينجموا يدخلوا للسودان، يهبطوا للسودان ويمشيوا لتنزانيا والكينيا ويمشيوا لاثيوبيا، هما اثيوبيا ما كلموهاش اصلا، خلوها كما هي مسيحيه لتو. علاش حسب رايك؟ على خاطر هما مش هدفهم، هما عندهم مهمه، هذوما جماعه صعاليك مجرمين، فهمت؟ عندهم مهمه، عندهم ارباح، عندهم سرقه، عندهم كذا، عندهم كذا، عندهم كذا، حتى ان احد هنا معناتها بين قوسين احد الطبيب نفساني قال لي لماذا في شمال افريقيا عندنا كثير نسب الدين، ديما دير ربك دين 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 دين، وعندنا كثير نسب فرج المراه، عندنا بطريقه غريبه ما تنجمش تتصورها، يمكن تعرفوها انتم. علاش؟ قال لي لان سبب ايه، وهذا ما تعمل دراسه على الموضوع، لانهم دخلوا في الاسلام بالقوه فأصبحوا يسبون هذا الدين الذي أذلهم، وأصبحوا يسبون فرج المرأة لأن المرأة هي اللي هزوها عبيد وهزوها أمة،
يعني طيحت لهم خشوماتهم وطلعت لهم قيمتهم. يعني كان الأمازيغي باش يعيش باش ما يقتلوهش المسلمين. ومن هنا احنا عندنا كلمة معروفة في تونس وفي شمال افريقيا، وتنجي نقول يعني هل تريد ان افعل ذلك يعني بالقوة، نقول هل تحب تعمل هذاك بالسيف، بالسيف بالسيف يعني بالقوة. ومن هذاك جات معناتها الانسان تاع تونس وشمال افريقيا كي تتعارك مع الراجل اللي هي مش موجودة في الشرق، كي تتعارك مع الراجل تقول له ماكش راجل، ماكش راجل على خطر ما دافعتش على عرضك وتجاو هزونا. هذا يتقاد في البسيكولوجي، في الطبيعة النفسية متاع الشمال الافريقي الى يومنا هذا، وهذه دراسات علمية غربية. خلينا نمشي للموضوع اللي يهمنا واللي معناتها ما نش بشنوفاو منه، اللي هو معناتها سقوط شمال افريقيا. عندما سقطت شمال افريقيا وصلوا للمغرب وكل شيء، طبعا كانوا يمكن ان يتجهون نحو الجنوب، والجنوب صحراء، والجنوب يعني يعني كان جاو هما رب الحق راهم مشاو للصحراء كيما بلادهم. لا، وانما هما امازيغ ويعرفوا شنو هو اسبانيا ويعرفوا فين موجود الخيرات وكل شيء. المهم عام 711 شنو وقع؟ عام 711 ارسل موسى بن نصير اول حاجه، يعني هنا من النكت الغريبه فهمت، انه ارسلوا مع 7000 جندي، 7000 جندي. قال لك فين تم نقلهم؟ نقلهم في بواخر صغيره، يعني 7000 جندي كان باش نقلوهم في بواخر صغيره يحب لنا 3 شهور باش نقلوهم، 3 شهور تعرف ما 3 شهور. وهذوما الزوارق الصغيره هما الزوارق اللي قلت لك عليهم اللي توا يستعملوهم في زوارق الهجره. وكانت زوارق الهجره عندما تجي لاسبانيا كان امر عادي، يعني هجره ماشيه جاي، يعني عباره على مكان انتقال. خلينا نتكلموا على المساله هذه، النقطه المهمه جدا اللي هي مساله الهجوم الاول اللي وقع فهمت، اللي هي هجوم اللي ما تخرجوا عليها اسطوره وكذا، وانها قال لهم البحر وراءكم والعدو امامكم. لا، وقت هبطوا هذوما الجنود في جبل طارق ما كانوش يعتبروهم عدو، عندما يشوفوا في بواخر جايه الجبل طارق ما يعتبروهمش عدو. والناس احنا نعرفوا قبل كانوا وقت يسافروا ويحملوا معاهم السلاح فهمت، يعني ماهوش امر عادي. بل ان هذا المؤرخ اللي هو مؤرخ اسباني اللي كاتب كتاب ننصحكم باش تقراوه، اظن موجود النسخه نتاعو بالعربيه، اللي اسمه لا ريفولوسيون اسلاميك اون اوكسيدون، ما يسمى الثوره الاسلاميه في الغرب فهمت، وهو واحد مترجم بالفرنسيه ومترجم ومترجم بالعربيه اظن. هذا من احسن الكتب الذي يدل بالادله وبالوثائق وبكل شيء الا لم يكن هناك غزو اسلامي اصلا، كذبه في كذبه، وخاصه لايبيريا. شنو وقع؟ طبعا الناس اللي نزلوا في ايبيريا مع طارق بن زياد اش عملوا؟ ما قعدوش، قعدوا فتره وعادوا رجعوا وسرقوا، يعني سرق، يعني هما ما كانوش متعودين انهم يجيهم السرقه من الجنوب. الايبيريين ما كانوش متعودين انهم يعرفوا الامازيغ عندما جيوهم الاسبانيا ما يسرقوهمش، يعني يتعاملوا معاهم تجاريا وكل شيء. لكن المره اللي مشى فيها طارق بن زياد ولا ربهم مسلمين، ولا سراق، ولا مجرمين. اذا هما وتدخلوا الناس، يعني تصور انت مثلا، انت يعرفوك اللي انسان باهي وتدخل المكان ديما تدخله وتتعاود تدخله ما يكلموكش، تصور انت وليت مسلم وتدخل وتفجر روحك، يعني 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 بتسرق ولا حاجه وتهرب. اختلف الامر، فهمت 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 التغيير اللي وقع. نعم نعم انا معاك. يعني اسمع، منطقه القوط، القوط عدد سكانهم وقتها في القرن السابع عشر ميلادي من بين 20، من بين 10 ملايين و20 مليون، مش ما نبالغوش، يقولوا معناتها اقل شيء 10 ملايين، اكثر شيء 20 مليون، ونقولوا 15 مليون. هل يمكن ان 7000 واحد بقياده طارق بن زياد يدخلوا لاسبانيا فهمت وما فماش جيش يعرضهم؟ مستحيل. اذا دخلوا بزوارق صغيره ودخلوا على اساس انهم امازيغ، يعني عادي فهمت، وكانت فما معناتها مساله عاديه ما فماش خلاف بين كريم. هل كانت هناك نيه مبيته؟ نيه مبيته، نعم اوكي استمر. نيه بالقياده الاسلاميه، طارق بن زياد هو مولى لموسى بن نصير،
يعني ولا مسلم يعني هو هو عبارة على أنت تعرف محمد يعمل هذه الأساليب. لو مثلا هو حب يقتل أحد المعارضين لا أرسل له صديقه صحيح. اللي هو مسلم وبدأ يسب له في محمد ومحمد خايب وكذا وغدره وقتله كعب بن الأشرف كعب بن الأشرف يعني هذا هذا مش أسلوبنا هذا تعلمنا من العرب ومش العرب راه وحاشا العرب فهمت من من من, من هذوما الصعاليك الصعاليك المجرمين المهم سرقوا ورجعوا وقتها رجعوا بغنائم كبيره موسى بن نصير بل في مخه فهمت قال شنو هذا يعني عرفت يعني هما دخلوا شمال افريقيا شافوا الزين زادوا دخلوا اسبانيا شافوا الزين نتاع النساء 10 مرات اكثر فهمت هل تقصد بالبنات الاشهر اكثر هذوما فهمت ولا عمل عاود رجع ب 25000 جندي طبعا وقت رجع ب 25000 جندي ما دام طارق بن زياد عمل العمله نتاعو ومعناتها وسرق وهرب فهمت القوت باش ياخذوا احتياطاتهم وقت باش يجي جيش اخر حطوا الجيش نتاعهم وقت جاء موسى بن نصير ب 25 جندي وقعت معركه المعركه الثانيه وقتها وقعت هذيك المعركه شنو وقع هي طبعا القوت عندما حضروا رواحهم المره الجاي كيما نقولوا احنا انت بعثت لي مثلا اربعه من الناس سرقوني وهربوا انا حضرت روحي باش نواجه اربعه من الناس انت بعثت لي 100 واحد شفت الخبز نتاع نتاعهم وقت بعث لهم 25000 جندي نجم نقولوا في المعركه هذيك خسروا المعركه من بعد القوت هما عباد عندهم مشاكل مع شمال اوروبا عندهم مشاكل كبيره مع شمال اوروبا خاطر هما موحدين والاخرين مش موحدين وديما يهجموا عليهم ويختصبوا لهم نساءهم ويسرقوهم كل شيء وقت خسروا المعركه اش عمل معاهم ولد الحرام موسى بن نصير عمل معاهم اتفاقيه هاني نقرا لكم الاتفاقيه اللي موجوده في المصادر الاسلاميه فهمت هذه الاتفاقيه مبرمه بين عبد العزيز بن موسى بن نصير مع دومير ابن عبدوش ومعناتها بحمايه ليبيريا بسم الله بسم الله عادي فهمت نحن عبد العزيز بن موسى نتعهد بلا يكون ثم اجراءات خاصه ضده او ضد اي من رجاله يعني هو ما تعهدوا باش ما يكونش اي اجراءات خاصه ضده ضد رجاله ان لا نترصد له ولا نزيع عن الملك لن يقتل ولن نقتل اتباعه ولن ناسرهم ولا نحول بينهم وبين زوجاتهم وابنائهم ولا نكرههم احد على دينه ولا نحرق كنائسهم ولا نستولي على مقدساتهم في المملكه طالما انا دومير يلتزم بالشروط التي اعددناها له بما انه سيطر على 7 مدن هي مولا معناتها مش لازم نذكرهم المدن فانه سيتعهد يعني المسلمين يعني هذوم العصابات فهمت انهم يوالوهم باش يحميوهم ما يسمى الغزو الشمالي فهمت وهنا بدات العمليه يعني ولا الجيش الامازيغي عمل معاهده واتفاقيه مع القوط باش يحمي باش يهجموا خاطر هذوما القوط يتعرضوا بهجومات كبيره ومن هنا ارسل موسى بن نصير امدادات من الامازيغ وتضموا مع يعني هذا قال لهم انتم صلي وما يهمنيش فيكم ما فما حتى فرق من بيناتنا فهمت انتم واحنا انتم واحنا كيف كيف وهجم بجيش فهمت نحو المناطق الشماليه اللي هي تهدد منطقه القوط واحتل وتعدى البيريني واحتل اسبانيا ووصل حتى المدينة بواتيه اللي هي 100 كيلومتر بعيدة على باريس وهذه باتفاقية تمت من بين الجيش الأمازيغي بقيادة موسى بن نصير والقوطيين يعني اتفاقية هذه سلمية اتفاقية سلمية من أجل أنهم يعني ينحيوا الخطر ما يسمى بالخطر الشمالي اللي مهددهم إذن هون شنو وقعت يعني المسألة يعني شنو وقعت عندما الأمويين طبعا أنا حبيت أقول لكم حاجة أنه في الوقت ذاك كانت الدولة الأموية موجودة في الشام وكانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وكانت تتابع الأخبار تطلع بأي طريقة
كانت تطالب على الآخر عن طريق النار في البحر. يجيوا مثلا في إسبانيا في برشلونة يعملوا نار يشوفوها جماعة طنجة، يعطيوهم إشارات، رأوا مثلا نحتاجوا 1000 جندي، نحتاجوا 2000 جندي، رانا ربحنا المعركة، رانا خسرنا المعركة. في الليل يعملوا هذاك الشيء، من طنجة الخبر يتنقل كما نقولوا احنا المليلية، سبتة، من سبتة للوهران، من وهران للجزائر، من الجزائر القرطاج، من قرطاج لصفاقس، من صفاقس لطرابلس، من طرابلس لمصر، من مصر تشوفوا أهل الشام. تليفون في الليلة متاحة يعرف شنو الوقع بالضبط، إشارات من بينات. يعني شفت القوة متاحهم. يعني انتم تظنوا أن الناس قبل كانوا حمير، ما كانوش حمير، كيفنا كيفه، فهمت؟ إذن وقتها أرسل موسى بن نصير للجيش الأموي، وقتها شارل مارتان، هذا يسميه شارل مارتو يعني المطرقة، أوقع مجزرة كبيرة للمسلمين في بواتيه، التوى اسمها بلاط الشهداء، 20,000 مسلم تذبح، مش مسلم يعني صعلوك، منهم قوطيين ومنهم كما نقولوا احنا امازيغ وكل شيء. رفض الخليفه الاموي ان يرسلهم امدادات وخسروا المعركه، وطلب من موسى بن نصير وطارق بن زياد بالعوده الى الشام، خاطر خاف لا يسيطروا، خاطر شنو تعرف علاش خاف؟ في الحقيقه لو هما سيطروا على المنطقه هذيك باش يوليوا يهدوا بيزنطه، وهو عامل اتفاقيات مع بيزنطه انها ما تتمسش، باش تولي بيزنطة محاصرة من طرفها الصعاليك من يمين واليسار، من جهة أوروبا الغربية ومن جهة الشرق الأوسط. فلهذا لم يقم بهذاك الشيء، وانتهت يعني المعركة، ورجع طارق بن زياد وما نعرفوا له حتى أثر شنو وقع له، يقولوا مات وقتلوه كذا. وهكذا هذا الذي نسميه الغزو. وهنا باش نقول لكم حاجة، أنه وقتها خسروا المعركة القوطيين، رجعوا للحدود متاعهم ونصبوا رواحهم. تنجم تحط التصاور نتاع الملوك نتاع والجيش اللي سميوه الغرناطي والإسباني واللي يقولوا أموي. المشكلة وقعت نفس الشيء، ها باش نفهمك هذه النقطة، نفس الشيء في شمال أفريقيا. في شمال أفريقيا كلمة أمازيغية ما كانتش تعني كل الأمازيغ، كانت تعني أشراف شمال أفريقيا، أشراف شمال أفريقيا. شوفوا الجيش، خلني نوريكم الجيش. الجيش هوني الكل ابيض وعينيه زرق وشعره اصفر وفهمت، هذا جيش، هذا جيش عربي. عدي التصويره الاخرى، شكلهم مش صعاليك كريم. يعني هذايا بعد ما انت هذايا من بعد يعني لخسروا المعركه ورجع موسى بن نصير، انتهى، ما عادش فما لا غزو لا اسلامي لا عربي، فهمت؟ شوف تعدي الصور الاخرى. اكيد باستمرار كريم، في سؤال انا باش نجيبك على سؤالات، سأل لحظه نشرب حاجه. عادي تصار عادي، اي نو، لانه ساعه واحده فقط الموضوع راح يكون اكبر من احنا خلصنا خلاص. تعدي تصاور يا هاي صوره، هذا خليفه المسلمين شكله مش عربي. الحجاز بالمرة. هذا عربي؟ بس لحظة عفوا. نو حتى زي كريم مقاتلين أوروبيين. أوروبيين لابسين زي أمازيغي. فما شوية هكا من بعد طبعا نحكي لكم، يعني باش نكمل لكم الغزو، نحكي لكم بقية الغزو. بس ثواني غير عدي التصاور باش ننجم، فهمت؟ نعم، لان صراحه كانوا في اللابتوب الثاني فسحبتهم على هذا السريع. كنت حاطهم في اللابتوب. صوره اخرى. صوره اخرى، هذا سيدي الدرس. المهم الكتاب فيه التفاصيل اللي قلت لكم عليه، ومعناتها كمل عدي الصور، مش مشكل يكفي الصور، خلينا نكملوا الحكايه خاطر معناتها طولنا باش ما نطولوش.
إذا بعد باش نوضح لكم نقطة مهمة، كلمة أمازيغ يعني الأشراف، أوكي؟ فكانت كلمة أمازيغ تطلق إلا على أشراف شمال إفريقيا، ما كانش تطلق على كل الناس. وقت جاءوا المسلمين بفكرة الأشراف، الشريف ما يسمى السيد، فهمتني، هما من عائلة الرسول، الأمازيغ اللي يتسموا أشراف ولو هما شرفة. نفس الشيء عند القوط، كانت عندهم طبقة اسمها الأشراف ولو اسمهم عرب، فهمت؟ ولو اسمهم عرب ولو اسمهم بالأسماء العربية. علاش هما عملوا هكاك؟ باش يحميوا رواحهم من التثليث اللي هاجمهم من فوق. وهكذا بشوية بشوية بدا يتكون ما يسمى الحضارة، ما يسمى الأندلسية. وهنا لو نرجع للتاريخ، شكون كتب على الغزو الإسلامي أو العربي إلى إسبانيا؟ واحد اسمه ابن حبيب، 100 قرن، يعني في القرن الثامن ميلادي، كتب كتاب يعتبر تمشي تقراه كأنه ألف ليلة وليلة، الكل كذب. هو إنسان يعني بعد 100 سنة، بعد 100 سنة من يعني القوط، يعني القوط باش يحميوا رواحهم لازمهم يتبناوا نفس العقيدة نتاع شمال افريقيا، خاطر شمال افريقيا هي اللي باش تحميهم من الشمال، فهمت؟ ولاو يلبسوا كيفهم ويعملوا كيفهم، ومع بقاء الديانة نتاعهم ومع كذا بشويه بشويه بشويه. ولو ترجع انا معناتها عندي في الحقيقه العملات وكل شيء، يعني اللي تدل اللي موجود الصليب وموجود لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله هي كلمه معناتها هما كانوا يؤمنوا بها، مش يعني اسلام، ومكتوبه باللاتينيه ومكتوبه بالعبريه. اذا كل المصادر اللي تتكلم على غزو شمال افريقيا ترجع لابن حبيب هذا، اللي هو كان في اسبانيا بعد 100 سنة ومشى لمصر وكتب الكتاب هذا بعد قرن من ما يسمى الفتح، واصبحت اسطورة الفتح الاسلامي للاندلس. في حلقة قادمة نحكي شنو وقع بالضبط باش الاوروبيين، يعني كما نقولوا الشماليين، حرروا الاندلس، خاطر هما في بالهم اللي علاقتهم من بين شمال افريقيا واوروبا هي علاقة التقاء حضارات وتعامل وكل شيء. يا اخي ولو يسرقوا فيهم ويحبوا يسرقوا كل اوروبا، سريق هذا ولو عصابات. اذا قرروا الاوروبيين باش ينفوا اوروبا نتاعهم من هذوما الصاعليك المجرمين اللي يتسمى اسلام، وطردوهم على بكرة عليهم. هنا باش نزيد نقطة برك، هل تدري قد كلمة اسلامي مش موجودة في القاموس العربي؟ كلمة إسلامي وجدت عند الأندلس. ما معنى إسلامي؟ إسلامي يعني يهودي أو مسيحي موحد ينتقل للإسلام، يصبح اسمه إسلامي. ونرجع للمصادر، إنه أول تسمية تم تسميتها بكلمة إسلامي، خاطر قبل ما فماش إسلامي، مسلم فقط، ما فماش إسلامي، كلمة إسلامي ما فماش أصلاً، ما فماش إسلامي. شنو معناها؟ يعني الولاء للإسلام كحكم. يعني الأندلسيين اللي كانوا في المسلمين اللي كانوا يحكموا في الأندلس كانوا يطلق عليهم إسلاميين. ولو ترجع عندي وثيقة أنا متاع وقت تم محاربة الواحد، كانوا يحاربون في الإسلاميين، ما يحاربوش في المسلمين. كان الجيوش المسيحية كاترين وغيرهم تقول لك نحارب في الإسلاميين. شنو معناها الإسلاميين؟ هم الناس اللي جاوا سرقونا الأرض هذه، فهمت؟ واللي احنا كانت معانا معاهم علاقة محبة ومع علاقة واحد، هم جاوا سرقونا. إذا من وقتها جت كلمة إسلامي، ومن بعد استعملت على أساس بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، على أساس المقصود بها من يريد إعادة الخلافة، وهي تسمية صحيحة، لأن المسلم اللي يحب الخلافة ويحب يسرق يتسمى إسلامي، فهمت؟ وانت عين كريم، جزيل الشكر على الطرح الرائع صراحة، معلومات جميلة جدا. تحب ننهي ونعمل الحلقة الثانية فيما بعد؟ كان فما سؤال ولا زوز؟ أنا عندي صراحة، خلي أركز على القوطيين، لأنه هل للون البشرة، أنا وجاي أسأل على المورو كمان، المورو أبيض وعينهم زرق والشعر متاعهم مستصفر مستحمر.
مشكلتهم مع شمالي أوروبا هل بسبب ممكن يكون عرقي ولا بس التعامل ديني. الإسلام ديني كان مشكلة متاحهم ديني، كانوا موحدين. أوكي، وهل للمورو مثل مراكش الآن وموريتانيا وهكذا المورو إلى اسم يعود إلى هذه الحقبة من الزمن؟ ما على خطر عندما تم طرد راهو تم تنظيف نحكيه في الواحد راهو أي واحد اليهود الكل طردوهم، ما طردوش كان المسلمين، طردوا اليهود وطردوا اللي بقاو قوطيين يعني بقاو على الديانة التوحيدية وطردوا المسلمين، ما خلاو كان المثلثين اللي ما يثلثش اللي ما يقولوش الأب والروح القدس وفهمت التثليث يقتلوه ولا يهرب. اليهود الكل هربوا المغرب، المغرب وتونس. كان كمان في اختيار انه بامكانهم التحول الى المسيحيه صح؟ اعطوهم اختيار اخر. لا اعطوهم عملوا له القانون بتاعهم، اسلم تسلم. اتمسح تسلم. اتمسح تسلم، اتثلث تسلم. يعطوهم الصليب، تبوس الصليب تقعد، ما تبوسش الصليب يا اما نقتلك يا اما اهرب. عملوا لهم كيما القانون بتاعهم، قانون الاجرام بتاعهم. بنفس السلاح يحاربهم بنفس السلاح. نفس الشيء، ما ينفع معاهم كذا كيكا سيد. يا الكريمة أنت تقرأ أفكاري، أنا أتفق معك يعني من أول مرة، بس ممكن نخلي على المرة الجاية ولا الآن؟ الهجرة الجديدة وأعتقد مرة نفس الشيء، نفس الشيء. يا المرحوم القذافي ذكر مرة سنغزو أوروبا لكن هالمرة بدون سيف في الهجرة. لا حتى المرة الأولى ما غير سيف، حتى المرة الأولى بالثقة جاءوا دخلوا كتجار وكمتعاملات وسرقوا أوروبا وطوى يحبوا يسرقوها مرة أخرى. غدروهم والآن مثل ما هذه الصورة أنه في مهاجر. لكن أوروبا الآن فهمت اللعبة، فهمت اللعبة أوروبا، وذا تنحكيوا عليه في الحلقة القادمة، إنها بنت لهم جوامع باش يبقاو معروفين، ما خلتهمش يدخلوا في المجتمع متاعهم. علاش أوروبا تشجع الجوامع في أوروبا؟ على خاطر كما تشجع لهمش الجوامع وتعمل لهم تضييقات باش يوليو كيفها وما عادش تنجم تعرفهم فين. فهمت؟ يا فاهم عليك. فهمتهم اوروبا، راي اوروبا ماهيش حماره، راي اوروبا عرفتهم. لا يلدغ المرء من الجعر مرتين، المره الاولى دخلوا لها وعملوا لها وعرسوا بهم ونورمال حتى البرتغال ولاو كلهم شعوراتهم كي فهمت؟ ولات المرأة عندها شلاغم في أوروبا، في البرتغال تمشي المرأة تلقاها عندها شلاغم ولحية كأنها راجل. كريم حتى ما نتجاوز موضوع الحلقة القادمة سيكون طرد. إيش مسميه؟ طرد ولا طرد؟ طرد. إبادة 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 الصعاليك من أوروبا، الإبادة الأولى، وما زالت الإبادة الثانية، سوف تنتظر الإبادة الثانية. Alright، so سيكون العنوان حتى نكون عادلين إبادة وطرد صعاليك الإسلام من إسبانيا وأوروبا. كريم العبيدي جزيل الشكر على وقتك الثمين، وأنا عارف أنك يعني مستمر في حملتك التنويرية. مشكور دائما وسيخلدك التاريخ على كل ما تقدمه صراحة. شكرا أخي سالو، شرفني نكون معك، يعني حقيقة شرفني ياسر نكون معك. أوكي. شكرا جميعا للمشاهدة وللمتابعة، ومرة أخرى جزيل الشكر لكريم العبيدي. تحياتي.